السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكدت واشنطن تجديد دعمها للسعودية في مواجهة الدور الإيراني والذي وصفته بالمزعزع لاستقرار المنطقة. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب ببيان السعودية حول خطورة دور إيران في اليمن، حيث تمد ميليشيا الحوثي بالصواريخ. وكانت السعودية قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه ضلوع طهران بتزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية عدواناً عسكرياً مباشراً ضد المملكة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش التقارب الأمريكي السعودي في مواجهة إيران ووكلائها في اليمن في محورين: الأول تأثير التقارب السعودي على ميليشيا الحوثي وطبيعة الدعم الأمريكي، والثاني مستقبل الأزمة اليمنية في ظل التوجه السعودي نحو التصعيد العسكري ضد الميليشيات الانقلابية. إذن حركت الصواريخ الحوثية التي استهدفت السعودية عجلة التصعيد العسكري في اليمن، حيث بدأت المملكة باتخاذ إجراءات عسكرية ولوجستية تذكر بالبدايات الأولى لعاصفة الحزم. وقد أصدر التحالف العربي بياناً اعتبر فيه تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ عملاً عسكرياً مباشراً ضد السعودية. وقد أعقب بيان التحالف بيان لأمريكا تؤكد فيه دعم واشنطن للسعودية. هل التقارب الأمريكي الجديد يشير إلى تغيرات في ملف الأزمة اليمنية تتجه نحو الحسم العسكري مع ميليشيا الحوثي؟ وما هي المؤشرات المستقبلية للأزمة السياسية أو عفوا للأزمة اليمنية من الجانب السياسي وأيضا العسكري؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. اليمن على مشارف مرحلة جديدة من الحرب بملامح إقليمية دشنت بإجراءات جديدة للحصار على كل المستويات، فالموانئ اليمنية أغلقت أمام حركة الملاحة وتداول السلع إلى أجل غير محدد بحسب توجيهات تلقتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للإنقلابيين من الأمم المتحدة. 9 سفن على الأقل كانت راسية في رصيفي مينائي الحديدة والصليف قبل أن تتلقى رسائل عبر البريد الإلكتروني بالمغادرة الفورية، بينهما سفينتان تحملان 78,000 طن من القمح. كل شيء يؤشر إلى مرحلة سوداء من الحرب تكرس اليمن ساحة إقليمية للصراع، أكثر منها مهمة واضحة الملامح لمساندة الشرعية في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. فبعد يومين من استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني أن تزويد إيران للميليشيات بالصواريخ عدوان عسكري مباشر. وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد أكد قبل ذلك أن السعودية تحتفظ بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، وتؤكد بأن لا تسامح مع الإرهاب ورعاته بحسب قوله. هذا التصعيد غير المسبوق من جانب ولي العهد السعودي ووزير خارجيته يتسق بنظر المراقبين مع تصريحات للبنتاغون الذي أكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا والسعودية تعملان معا لمحاربة المتطرفين وإنهاء نفوذ إيران المزعزع للاستقرار. بيان البنتاغون أعرب عن ترحيب واشنطن بالتصريحات السعودية التي تظهر دور إيران الشرير في اليمن وتزويدها ميليشيات الحوثي بأنظمة صاروخية خطيرة، وأن الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على علاقات دفاعية قوية مع السعودية. أبو ظبي دخلت من جهتها على الخط عبر تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي أكد أن استهداف الحوثي للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول. فهل يحتمل كاهل اليمن المثقل أصلاً حرباً بأجندة إقليمية في ظل غياب ضمانات حقيقية بأن حرباً كهذه ستبقي على دولته وتضمن استقراراً مستداماً لشعبه؟ إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيوفي. أولا سينضم إلينا الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن. دكتور مساء الخير. مساء النور يا مرحبا.
أهلا بك سعادة السفير. بداية نبدأ من البيانين، هناك بيانين متتاليين، الأول من التحالف العربي بقيادة السعودية والثاني من البنتاغون الأمريكي، والموضوع الرئيسي للبيانين مواجهة إيران ووكلائها في اليمن. في أي سياق يمكن قراءة البيانين فيما يتعلق بالأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أنه لفهم البيانين وطبيعة المقاربة الأمريكية الجديدة لابد من التأكيد أولا على الاستراتيجية التي تم إقرارها أخيرا من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإيران، وأنا أعتقد حدث تطور لافت كبير جدا في طبيعة نظرة الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، ليس فقط من زاوية الملف النووي الإيراني ولكن من زاوية تصرفات إيران في المنطقة ومدى التزام سلوكها العام بالتأثير على حلفاء أمريكا في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين والتوسع وإقامة ما يعرف بالهلال الشيعي وغير ذلك من قضايا. وفيما يتعلق في الملف اليمني او في القضيه اليمنيه، لاول مره يذكر الحوثيين في هذه الاستراتيجيه بشكل صريح وواضح باعتبارهم ذراع من اذرع الحرس الثوري الايراني او دمى يتخفى من خلالها الحرس الثوري الايراني لتهديد المنطقه. انا اعتقد هذا هو القضيه الرئيسيه التي يجب ان ننظر لها في 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 فهم المقاربه الامريكيه الجديده للتعاطي مع التوسع الايراني في المنطقه، وفي النظر كذلك للحوثيين لاول مره الاداره الامريكيه تتحدث عن الحوثيين باعتبارهم فصيل خارجي. طبعا قبل ذلك كانت في تصريحات سابقه لكنها ليست رسميه، لكنها ليست استراتيجيه، مثل حديث وزير الدفاع الامريكي على انه لا يمكن السماح بانشاء حزب الله اخر في اليمن وغير ذلك من تصريحات قويه سواء على لسان الرئيس الامريكي او وزير دفاعه. لكن انا اعتقد انه الوثيقه الاستراتيجيه التي يعني حددت ملامح التعاطي الامريكي مع ايران في المنطقه، اعتقد هذه قضيه مهمه جدا، من خلالها يمكن نفهم معنى البيان، بيان البنتاغون او تصريح البنتاغون الاخير. يعني هنا معالي او سياده سعاده السفير، يعني هنا اختلاف من حيث التصريحات السابقه، هناك تصريحات كثيره نعرفها في من الجانب الامريكي وايضا من جانب التحالف، ادانه للتدخل الامريكي في الشؤون العربيه و يعني الاجندات التي تمارس على المنطقه العربيه بشكل عام، لكن هنا البيانين، هل يوجد اختلاف على هذه التصريحات السابقه وايضا البيانات التي كانت تصدر في السابق؟ لا بالتأكيد، يعني هذا البيان الأخير هو يصب تماما ويتسق تماما مع الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة التي تحدث عنها والتي تم إقرارها من أسابيع قليلة جدا، ووضحت وحددت بوضوح طبيعة التدخل الأمريكي أو طبيعة التعاطي الأمريكي مع موضوع إيران في المنطقة. أنا أعتقد أن هناك في لغة، هناك في تصعيد كبير جدا ولغة مختلفة تماما، يعني ويمكن قراءة الكثير من ما بين السطور في البيان الأخير الصادر عن البنتاغون. نعم سعادة السفير، هل يمكن أو هل يوجد تنسيق مع الشرعية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بمواجهة الميليشيات الانقلابية؟ يعني أنا أقصد أنه الشرعية هي جزء من التحالف وسياسيا وعسكريا، وأعتقد كان في هناك لقاء أخير في 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 المملكة العربية السعودية ضم كل وزراء خارجية التحالف وكل رؤساء أركان التحالف، وناقشت الكثير من القضايا في هذه اللقاءات. أعتقد بالتأكيد الشرعية هي جزء من هذا التحالف في كل تفاصيله السياسية والعسكرية. نعم، لكن فيما يتعلق بالبيان الأمريكي الأخير أكد على الدعم للسعودية في إجراءاتها ضد إيران، برأيك ما طبيعة هذا الدعم الذي سيعطى للسعودية وما تأثير هذا الدعم على اليمن؟ أنا أولا كما هو معلوم أنه الإدارة هذه أتت وكان هناك في حظر مفروض على أو في تقييد كبير جدا على التعاون الأمريكي في الشق الامني والعسكري، تم 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 تنفيذه في الفتره الاخيره من 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 رئاسه اوباما، وهذا وضع قيود كثيره جدا على يعني التعاون الامني والاستخباراتي في كثير من الملفات، الريفيولينج او اعاده التزويد بالوقود، تزويد باسلحه ذكيه، كانت في كثير من القيود، مشاركه الافراد الامريكان في غرفه العمليات المشتركه،
كانت في كثير من القيود هذه التي فرضت أتت إدارة الرئيس أوباما وتم رفع كافة هذه القيود وإطلاق التعاون بمداخل الأوسع. أنا أعتقد أنه حتى المحاولات الأخيرة التي كانت على شكل ضغط من الكونغرس التي قدمت من 30 عضو كونغرس أمريكي 28 منهم ديمقراطي لمحاولة تقييد هذا الأمر كذلك تم إفشالها على مستوى على مستوى الكونغرس الأمريكي. فأنا أعتقد أنه المجال والمدى لمزيد من التعاون بمجالاته الكبيرة أعتقد حاضر في المشهد. نعم. إذن سعادة السفير هنا بس سؤال أخير، يعني ما الفوائد التي ستجنيها الشرعية من المتغيرات الحاصلة في ظل الجمود الحاصل لها على الأرض سياسيا وأيضا عسكريا؟ أنا أعتقد أنه يعني كثيرا ما كان هناك ضغوط كثيرة جدا في 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 الموضوع في موضوع اليمن اتجاه الحل السلمي والعودة للمشاورات والأفكار التي طرحها إسماعيل الشيخ، وكان في كل مرة يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي على الشرعية كانت تقدم الكثير من التنازلات في الوقت التي كانت الميليشيات تستفيد من هذا الأمر في كسب الوقت وفي يعني القيام بالكثير من التدريبات. أعتقد الآن بعد هذا التصعيد الكبير الذي حصل يعني أنا أعتقد أصبح جليا وواضحا لدى القيادة الشرعية ولدى شقانا في التحالف أنه دون أحداث فارق وتغيير كبير جدا على الأرض يعني يعيد المعادلة إلى 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 نصابها. لا يمكن التوصل لأي حل مع هذه الميليشيات، وبالتالي أنا أعتقد مفاتيح رئيسية كالساحل الغربي وكتعز يجب أن تكون في 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 أولى الأولويات حتى يعني تعود الأمور لنصابها. نعم. إذن سعادة السفير أحمد عوض بن مبارك كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مرحبا. إذن ينضم إلينا الآن عدنان هاشم باحث مختص بالشؤون الإيرانية، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد عدنان مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. مرحبا بك. مرحبا سيد عدنان. إذن بالبداية هناك صدور لبيان أمريكي وبيان آخر للتحالف في توقيت متزامن، هل يدلل على وجود اتفاق موحد بين الطرفين لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وأيضا التحالف العربي يحاول أن يضع الاستراتيجية الإيرانية في بوتقة أكبر، بمعنى أنهم يحاولون أن يضعون اليمن كاستهداف لإيران خارج حدودها. المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا، في هذه المرحلة لا يمكنها أن تواجه إيران مواجهة عسكرية مباشرة، لذلك هي تتحدث بشكل واضح بأنها تريد أن تواجه النفوذ الأدوات الإيرانية في المنطقة العربية. اليمن هي تمثل أساس الرؤية الأمريكية بشأن تنفيذ المخطط الانتخابي لدونالد ترامب. تعتقد إدارة ترامب بأن اليمن سيحقق نتائج كبيرة في البرنامج الانتخابي بكون اليمن بعيدة أيضا عن التجاذبات السياسية الدولية الموجودة فيها روسيا أيضا والصين. الأمر الآخر أعتقد بأن وجود هذه الاستراتيجية دون وضع حد لتحرير تعز وضوء حد للساحل الغربي ربما في الفترة القادمة سنشهد تحركات من هذا النوع مع الحديث حول طلب السفن مغادرة ميناء البحر الأحمر. لكن أعتقد بأنه لا توجد رؤية واضحة في عملية كيفية السيطرة على هذه المناطق المحررة في الساحل الغربي أو المناطق المحررة الجديدة من أجل إحكام الأمن فيها وإيقاف أيضا وجود الحوثيين أو وجود نفوذ لعائلة عبد الله صالح. نعم. لكن سيد عدنان، يعني فيما يخص المواقف المدينة للتدخل الإيراني في المنطقة، هناك مواقف سابقة كثيرة وبيانات، اليوم أيضا هنا
يعني خلال الأيام القليلة الماضية بيانين يدين تدخل إيران في المنطقة ودعم الحوثيين. طبعا إيران من خلال البيانات السابقة والمواقف السابقة لم تكترث لهذه البيانات واستمرت في دعمها لأكثر من جهة في المنطقة العربية ومن ضمنها الحوثيين. إلى أي مدى تتأثر إيران من هذا التوافق الأمريكي السعودي الأخير، خصوصا يعني أنه هناك إدانة واضحة من خلال هذه أو هذا البيانين؟ إيران بشكل كبير لا تتأثر بأي بيانات إدانة. إيران هي تواجه بشكل عسكري الوجود السعودي في اليمن، وتواجه أيضا القوات الشرعية الموجودة في اليمن، لذلك هي لا تكترث أبدا لأي بيانات دولية تندد بوجودها. هي ضمن الدستور، هي تتحرك ضمن نفوذها في الدستور الإيراني، تتحرك ضمن سياسة الخارجية في مسألة تصدير الثورة. إيران تتحرك كقوة مهيمنة على المنطقة العربية وأيضا مهيمنة على المملكة العربية السعودية. إيران تتحدث كأنها واحدة من القوى العظمى. وأيضا لاحظ أن هناك بشكل كبير مبالغة في مسألة الدور الإيراني في اليمن. معظم الحديث يدور حول أن إيران هي من تدعم، أنها من تمول، وأنها من تقوم بالكثير من الأعمال. هذا صحيح جزئيا، لكن هناك تهويل كبير في هذه المسألة. خلال الفترة الماضية لاحظنا بأن خلال الحرب كانت إيران تصدر أسلحة كلاشينكوف وأيضا أسلحة متوسطة. الآن يستطيع الحوثيين إطلاق صواريخ بالستية باتجاه الجو بعد 3 سنوات من الحرب وثلاث سنوات من الكرومريت من 2016. إذا إيران هي تصدر تكنولوجيا الحرب بشكل كبير، لا تصدر أسلحة، تصدر أسلحة موجهة بشكل أكبر. صعب أن تصدر السلاح بس في عبر الحدود مع عمان، صعب أيضا أن تتحرك ناكلة بصاروخ بالستي إلى اليمن. نعم، لكن مع هذه التغيرات سيد عدنان الحاصلة مؤخرا، ما حجم النفوذ الإيراني في اليمن لوجستيا وسياسيا وعسكريا؟ أعتقد أن إيران زاد نفوذها خلال الحرب أكثر من نفوذها قبل الحرب. تمدد العمليات العسكرية وزيادة مدة الحرب الموجودة ذلك زادت من النفوذ الإيراني. إيران استطاعت أن تؤسس لها قادة فصائل داخل جماعة الحوثي، واستطاعت أيضا أن تؤسس لها قيادة سياسية داخل جماعة الحوثي، تستطيع أن تنقلب على القيادة الحالية إذا أرادت أن تخرج عن الدائرة الإيرانية. هذا النفوذ الإيراني المتزايد داخل جماعة الحوثي بشكل كبير هو ما يسير الجماعة خلال فترة الحرب. هذا النفوذ أيضا السعودية تشعر بأنه خطر، لكن السعودية تفتح أكثر من جبهة. قبل أيام فتحت جبهة في لبنان، السعودية فتحت جبهة داخلية بشكل كبير. هي تحاول المملكة العربية السعودية أن توجه الأزمات الداخلية كصراع خارجي مهدد للمملكة، وأنها تحتاج الاستقرار من أجل مواجهة إيران، بمعنى أنها تريد أن تلغي أي وجود لمظاهر المعارضة التي بدعاوى تهشيم الجبهة الداخلية السعودية من أجل مواجهة إيران. السعودية تحتاج مواجهة إيران، هي ستقوم أيضا ربما قد تقوم بعملية عسكرية بحرية خلال الفترة القادمة، لا أحد يستبعد ذلك. بمساعدة أمريكية. خلال الفترة الماضية كان الأمريكيون يتحدثون بأن القوات المدربة لدخول الحديدة هي ليست جاهزة وليست مكتفية من عملية التدريب، وأنهم يحتاجون إلى عملية وسرعة عملية خاطفة من أجل تحرير الميناء الحيوي. كل هذه الأمور هي السعودية تحتاجها من أجل ترسيخ وجود ولي العهد. وأيضا اليمن هي جزء من معركة كبيرة حول السعودية التمدد بها. نعم، إذن سيد عدنان سأعود لأكمل معك. دعنا نشرك معنا في النقاش، ينضم إلينا إبراهيم القعطبي محلل سياسي من واشنطن. سيد إبراهيم مساء الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيد إبراهيم. أبدأ معك من هذا السؤال. ولي العهد السعودي قال إن صواريخ الحوثية عدوان إيراني عسكري مباشر ضد المملكة، كيف يمكن فهم هذا الموقف السعودي تجاه إيران وتأثيراته على اليمن؟ أنا في اعتقادي ما قاله السعوديين هو فقط للاستهلاك الداخلي. لماذا لا توجه المملكة العربية السعودية إذا كانت تتحدث بهذه الطريقة وتتهم إيران بهذه الطريقة صواريخها إلى إيران؟ لماذا تستخدم الأراضي اليمنية وتستخدم الآن
لبنان وكثير من المناطق الأخرى للمواجهة مع إيران. يعني نحن أنا في اعتقادي أن التصريحات السعودية فقط للاستهلاك الداخلي. السعوديون والأسف الشديد لم ولن يساعدوا اليمنيين في القضاء على الحوثيين. يعني كما تعرف أن ذهبوا بإنشاء ميليشيات أخرى في الجنوب أسوأ من ميليشيات الحوثي. الآن يقطعون اليمن إلى أوصال، هناك نخب مختلفة وهي ميليشيات أصلا في حرب. نعم، لكن اليوم الحوثي أصبح يهد يعني يشكل مصدر تهديد كبير بالنسبة لهم بعد ما وصلت صواريخه إلى العاصمة السعودية. يعني هنا الأمر يختلف أمام السياسة الماضية. العالم كله يدرك أنه الصواريخ التي في اليمن هي صواريخ كانت تابعة للجيش اليمني، والجميع يعرف أنه الجيش اليمني سلم أسلحته للحوثيون. فلذلك أنا في اعتقادي إذا كانوا يحاصرون البر والبحر والجو، كيف ستدخل أسلحة من الإيرانيين إلى اليمن؟ يعني هناك يعني كانت تهريبات في السابق، لكن الآن كل المنافذ المؤدية إلى اليمن محاصرة. أنا في اعتقادي يجب أن نعرف ما هي أولويتنا كيمنيين وما يجب علينا. الحوثيين والانقلاب عافى على الشعب اليمني ويجب التخلص منه، لكن لا يجب التخلص منه. هو بعيدا عن قرار الحصار وعدم صوابية هذا القرار، ولكن بعد العملية الأخيرة التي استهدفت العاصمة السعودية، هل سنشهد تغير في مسار الحرب من خلال التصريحات والبيانات الأخيرة؟ أنا في اعتقادي سيحسبون ألف حساب لمهاجمة الإيرانيين بشكل مباشر. كما تعرف يعني أنه الشيء الثاني أنه هناك يعني تبادل اقتصادي كبير بين الإمارات العربية المتحدة، الجزء من التحالف العربي في اليمن، وإيران. فلماذا لا يذهبون إلى مقاطعة إيران اقتصاديا كما يفعل الغرب مع روسيا ومع كثير من الدول؟ لماذا لا يستخدمون هذه القوة التي يستطيعون زحزحة النظام الإيراني من خلاله؟ فلذلك أنا في اعتقادي الوطن العربي يمر بمخاض حصير سببه التدخلات الإيرانية والتدخلات السياسية السعودية التي أشعلت النيران حولها والآن لا تستطيع التحامل معها. يعني هي سببها الثورات المضادة، محاربة الديمقراطيات والجمهوريات كما رأينا في كل الدول التي تعتبر جمهورية. الآن الوضع معقد، وأنا في اعتقادي أن الأمير الجديد هذا محمد بن سلمان يقود المنطقة إلى الهاوية، هو ومحمد بن زايد. لا يحسبون ولا يدركون ما يقومون به. للأسف الشديد لم يتعظوا بما حصل لصدام وللعراق التي كانوا أكبر حلفاء الولايات المتحدة في الحرب على إيران. نحن أمام مشهد وتكرار نفس السيناريو السابق التي في اعتقادي في آخر اليوم ستدفع ثمنه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بهؤلاء الأطفال الذين يجازفون بحياة الملايين من المواطنين العرب ومستقبل شعوبهم. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد إبراهيم القعطبي. أعود لضيفي الآخر عدنان هاشم الباحث في المختص في الشؤون الإيرانية. سيد عدنان، يعني هنا سؤال أخير، ما هي خيارات الحوثي في مواجهة الحرب الجديدة عليه إذا ما تمت من خلال البيانات والمواقف والتحركات الأخيرة؟ وما موقف إيران من الاتفاق الأمريكي السعودي ضدها برأيك؟ أعتقد أن الموقف الإيراني من التحالف الأمريكي السعودي حولها، أعتقد لن يكون بجديد إذا كنا بأن إيران ستتجاهل كل ذلك. أيضا لاحظ أن الحوثيين هم سيضغطون بشكل أكبر بعمليات الصواريخ البالستية بموانئ ومناطق جديدة سعودية، ويمن كذلك يستهدف الحوثيون أبو ظبي. الحوثيون هم يعرفون جيدا بأن السلطات السعودية لم تتحرك من الحدود وأنها لن تتوغل في الأراضي اليمنية أبدا. هم الحوثيون هم متأكدون جدا بأن عمليات الضغط التي يقومون بها عبر الحدود هي ما ستسهم في عمليات التسريع بالحل السياسي وإخراج المملكة العربية السعودية من المعادلة اليمنية عبر الضغط المتزايد من قبل أسلحتهم البالستية. وهذا جزئيا صحيح، لكن السعودية لم تجازف أبدا بأن تبقى الميليشيات الحوثي في يدها الصواريخ البالستية. ستحاول بشكل كبير أن تتزع هذه الصواريخ وأن تتوصل إلى حل سلمي. السعودية هي مقدمة في بسبب انخفاض النفط، أسعار النفط إلى مشروع كبير في اليمن. أيضا هي تحاول أن تعمل عملية تحييد
المنشآت النفطية السعودية من استهداف الحوثيين. الحوثيون في عمليات في هذا الاستهداف المباشر هم يهددون رؤية محمد بن سلمان 2030. أعتقد بأن السعودية ستحاول أن تحسم الأمور في اليمن خلال فترة قريبة، وبأنها ستحاول بشكل أكبر أن تنتزع سلاح الحوثي، ليس إنهاء الحركة الحوثية أو ألا يبقى الحوثيين قوة عسكرية. هي ستحاول أن تدمج أشبه باتفاق الطائف الذي أبقى سلاح حزب الله بدعوة مواجهة إسرائيل. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك عدنان هاشم الباحث المختص بالشؤون الإيرانية، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، ما طبيعة سيناريوهات التحالف العربي المتوقعة في اليمن؟ هل سنشهد هناك حاسم عسكري أم تهديد عسكري بهدف العودة فقط للمفاوضات السياسية؟ أنا في اعتقادي ليس لدى الخليجي السعودي والإمارات ليس لديهم أي خارطة طريق في اليمن، يعني الأمور عشوائية كما نعرف من خلال أدائهم على أرض الواقع، ولم يتوجهوا عسكريا. يعني بعد 3 سنوات هل سيحسمون المسألة عسكريا؟ في اعتقادي سيكون ذلك من الصعب، لأنهم كلما تأخر الحسم العسكري كلما أعطى يعني نوع من الحياة لاستمرار الحوثيين في عملهم وفي يعني احتلالهم للمناطق الشمالية. الشيء الأسوأ، ما هو البديل؟ هم الآن يعتقلون الحكومة الشرعية داخل الرياض ممنوعة من السفر، يعني يستبدلون الحكومة الشرعية بميليشيات انفصالية تحادي كل اليمنيين. ما هو الحال؟ يعني حتى وإن حسموها بطريقة عسكرية، من الذي سيكون هو الحل وهو البديل لما يجري في اليمن؟ هم الآن أنا في اعتقادي أنه المسألة في التخطيط الإماراتي السعودي لليمن هو هم مختلفين في البديل على 3 أشياء. أولا خلق وضع في اليمن بحيث يصبح اليمنيين شعوبا وقبائل متناحرة وتكون ويكون ولاءها للخارج معظم هذه الفصائل. الشيء الثاني السيطرة على الموانئ والمواقع الاستراتيجية اليمنية، والثالث هو السيطرة على القرار السياسي اليمني. كما تعرف قبل يومين قامت المملكة العربية السعودية بإغلاق جميع المنافذ اليمنية وكأنها تملك حق القرار السياسي والسيادي في اليمن. هذا هو ما يريدونه في اليمن، أن تصبح اليمن ضعيفة شعوبا وقبائل متناحرة، وأن يسيطرون على المواقع والموانئ الاستراتيجية العامة. كما تعرف أن اليمن تقع في أهم المواقع الاستراتيجية في العالم. هذا ما يريدونه في اليمن، واتضحت الصورة. يعني نحن كنا لكن هذا الواقع الذي يريدونه اليوم سيد إبراهيم، الواقع الذي يريدونه اليوم لن يدوم. ولكن هنا سؤال آخر بشكل مختصر، يعني ما هي النتائج المتوقعة القريبة المدى وأيضا البعيدة المدى في المواجهة المحتملة ضد الميليشيا الحوثي إذا ما تمت؟ سنستمر في هذا الحرب إلى أن ينتفض الشعب اليمني وأن يحدد مصيره. لا نعتقد ولا نتوقع أن يكون هناك حل أو فرض من الخارج، سواء من المجتمع الدولي أو من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. يجب أن يتصالح اليمنيون، يجب أن نأخذ بزمام الأمور، يجب أن تكون هناك انتفاضة شعبية ضد الحوثي والمخلوع. هناك جيش وطني في مأرب وفي مناطق أخرى من اليمن تستطيع إسناد هذا التوجه، ومن ثم يكون هناك انتفاضة. يعني الحل من الداخل وليس من الخارج، تقصد كذا؟ أنا في اعتقادي الخارج هو حامل مؤثر ومساهم إما في صالح الوضع وإما في ضعضعته، لكن الأهم في كل هذا المحور هو الشارع اليمني وهي القيادة اليمنية. إذا كانت لدينا قيادة أن تستطيع أن تأخذ زمام الأمور لصالح الشعب اليمني، فالمجتمع الدولي سيتعامل مع ذلك وليس له خيار غير ذلك، كما سيتعاملون كما يتعاملون الآن مع الحوثي ومع المجلس الانتقالي ومع الحكومة الشرعية. وضحت الصورة سيد إبراهيم القعطبي، أشكرك جزيل الشكر محلل سياسي، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا بهذا القدر وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيوفي الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كان معنا من واشنطن. والشكر أيضا للباحث في الشؤون الإيرانية، كان معنا من مأرب سيد عدنان هاشم. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل.
حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.